إحنا كمسلمين شيخنا نؤمن بوجود يوم القيامة وأنه يوم الحساب ويوم العدل المطلق. من لا يؤمن بوجود الله هذا الملحد الذي لا يؤمن أصلا بوجود الخالق ولا بوجود الأديان، كيف نقنعه شيخنا بوجود يوم القيامة؟ نقنعه بطريقة ذكية جدا. هذا الكمال كمال الخلق يدل على كمال التصرف. يعني معقول يكون بالعين في 1,300,000 مأخذ ضوئي بالشبكية اللي وزنها ميلي وربع؟ الحالة صارت. وليش في عينتين؟ مشان البعد الثالث. انت بعين واحدة ما فيك تضم إبرة، بتحط الخيط بعده 3 سنتي عن الإبرة، بالتنتين في بعد ثالث صار. العين ممكن نمضي فيها والله سنوات، العين فقط، والأذن والأنف واللسان والقلب بيضخ بالضخ 84 سنة لا كلل ولا ملل. الشعر ما في أعصاب حس، لو في أعصاب حس بنعمل عملية حلاقة بالمستشفى تقدير كامل. مليار آية من جسمنا فقط، بطعامنا بشرابنا بحياتنا الزوجية بأولادنا، نقطة ماء، حوين منوي لا يرى بالعين، يرى بالمكبر بس، وبويضة، بويضة ترى بالعين. لقح الحوين بويضة صار طفل، في بدماغه 1,400,000 خلية عصبية استنادية سمراء، بعينه، بأنفه، بأسنانه، بعظمه، نسيج عظمي، نسيج جلدي، نسيج لحمي. القلب له خصائص، الكلية بمر فيها الدم باليوم 100 كيلومتر بيمشي فيها. شيء مثل الخيال، يمكن أن يبقى الإنسان بآيات الله في جسمه والله سنوات وسنوات، حتى يرى بعين البصيرة عظمة الله عز وجل. لذلك أنا أقول هناك عبادة هي أرقى عبادة على الإطلاق، عبادة التفكر، أساسها في القرآن: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أنا ماشي بالطريق وراي مركبة أطلقت بوقة، أنا بالنصف ماشي، انحرفت نحو اليسار. لماذا نحو اليسار؟ لأن الصوت وصل للأذن هذه قبل هذه، وصل لليمين بداية قبل اليسار بمدة زمنية تساوي 1/1,620 جزء من الثانية، فعرفت جهة الصوت قريبة هي. والله يا أخي في بالجسم البشري أكبر آية دالة على عظمته: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سيدي والله شيء لا يصدق، في جيش بالجسم الكريات البيضاء، هذا الجيش غدي إلى جانب القلب، الكريات تدخلها تبقى سنتين تتعلم من هو العدو ومن هو الصديق، والتخرج بامتحان، تعطى عنصر صديق إن قتلته ترسب وتقتل، عنصر عدو إن لم تقتله ترسب وتقتل. فكل الراسبات أبيدوا، المتخرجات تتولى تعليم الأجيال الصاعدة من الكريات البيضاء إلى نهاية الحياة. يا سلام، شيء لا يصدق. سبحان الخالق.